سلام حبايبي، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير ان شاء الله. بغيت ندير واحد العصير وبغيت نشاركو معكم. عندي هنايا درت التفاح، كان عندي التفاح قطعتو شوي شوي وكيل تحت، والبنان حتى هو قطعتو شوي شوي على حسب الافراد ديال العائله اللي كاينين في الدار، ولافوكا، وغادي نزيد عليهم اسانيده، ها هي، وغادي نزيد عليهم الحليب. الحليب اللي بغاه ثقيل راه يديرو ثقيل، اللي بغاه خفيف يديرو خفيف، المهم على حسب الواحد كيف بغاه. ايوا، غادي نخلطوا هذا الخير، نسد عليه ونخلطوا هذا الخير ان شاء الله في الخلاط، ونقول لكم كيفاش جا. يا البنات كيف جا، كيجي من داك الشيء. ايوا، نديرو دابا في الثلاجه يبرد ونقدموه بالصحه والراحه. احبابي، ان شاء الله بغيت ندير لي كيش. ها هو عندي المول ديال لي كيش، الا بغيتو ديروهم صغار بغيتو ديروهم كبار، انا بندير واحد لي كيش كبير. عندي هنايا الدقيق والزبده، الزبده على حراره ديال المطبخ. غادي نبقاو ندخلوا هذا الخير حتى ترمل لينا الدقيق. عندي هنا شويه ديال البودره ديال الثوم، بغيت نسمها بالبودره ديال الثوم، وشويه ديال البزار وشويه ديال المليحه. غادي نبقى ندخل هذه الزبده وهاد الدقيق، كلشي ما كندلكوش غير كنجمعو هذا الدقيق، هذا الخير هكذا، حتى كندخلو هاد الزبده في هذا الدقيق كلشي. عاد ديك الساعات نزيدو شويه ديال الماء دافي حتى تجمع لينا العجين. كندخلو كلشي هاد الخير هكذا، ما كندلكوش غير كنبقاو ندخلو ديك الزبده في هذا الدقيق هكا، حتى كندخلو ديك الزبده كلها في الدقيق. هي البنات، كنزيد الماء دافي شي شويه حتى تجمعات ليا العجين هكا، كتجي ما تلصق في يد ما حتى حاجه، وما ديروا ليها لا بيض لا والو. دابا غادي نديرها في السلوفان وندخلها للثلاجه حتى تهدى واحد شويه على ما نصاوب الحشوه ديالنا. اوكي، الحشوه يا البنات غادي ندير جولي طون، ها هو، غادي نستعمل حتى الزيت ديالو باش غادي نطيب. وعندي هنايا المشروم، ها هو، وعندي هنايا الخضر اللي غادي نشارك معها. عندي البصله مشلضه، وعندي فلفله حلوه حمراء وصفراء وخضراء، هادو اللي غادي نطيب ان شاء الله باش نعمر بهم الكيش ديالنا. ها هو يا البنات، فاش درت البصله ودرت الخضر ديالنا، هاد الفلفله حلوه الحمراء والصفراء والخضراء، وزدت عليهم حتى المشروم، ها هو، وغادي نخليهم حتى يتشحروا مزيان. الطون ما ديروهش حتى الاخر حيت الطون ديجا طايب وكلشي. غنخليو هاد الخير، غنديروا ليه دابا البهارات، غندير شويه ديال البزار وشويه ديال الثومه وشويه ديال المليحه فقط اللي غادي ندير، وقزبر ومعدنوس حتى هو. القزبر ومعدنوس ديما انا كنخليه حتى الاخر باش تبقى اللوغو ديالو يبقى موجود في الطعم. دابا غادي نزيد المليحه كما قلت لكم، والبزار، ايوا، ونخليهم حتى يتشحر. الثومه حتى هي ما تنساوهاش. ها هو يا البنات، زدت القزبر ومعدنوس والطون، حتى هو، ها هو، نحرك هذا الخير هكا صافي، وهي واجده معانا الحشو ديالنا. ودابا غادي نمشي نوجد العجين ديالنا، ندلكو ونديرو في القالب، عاد ديك الساعات نوريكم كي غادي نديرو الكريمه ديال الطبخ اللي غادي نديرو من الفوق، نديرو عليها الفرماج ان شاء الله. هاي دابا الحشو ديالنا جاهزه. هيا البنات، العجين ديالنا هاهي فاش ارتاحت من الثلاجه، دابا غادي نفردوها. الا عندكم الورق الزبده فرشوه ودلكوها، ما عندكمش ماشي مشكل، ديروا غير السلوفان ودلكوها، هي راه ما كتلصق ما حتى حاجه، رطبه وصافي. انا غادي ندلكها ونوريكم ان شاء الله السمك اللي درت وشنو غادي ندير. ها هو يا البنات، المول دهنته بشويه الزبده، وها هي دلكت، ها هي العجين ديالنا دلكناها. دابا غادي نديرها في المول ونقادها في المول ونتقبها بالفرشيط وندخلها طيب نص طيبه. ندير غير هذا الفران غير من التحت
حتى طيب ليا غير نص طيبه ونحيدها، عاد ندير فيها الحشو ديالنا. دابا غادي نقادها في المول ديالي ونتقبها نتقبها ضروري تقبوها بالفرشيط باش ما تنفخش، ونديروا ليها نص طيبه، نشعلوا ليها غير من التحت. الفران اكيد يكون سخون، عاد نشعلوا ليها غير من التحت نص طيبه، عاد نديروا فيها الحشو ديالنا ان شاء الله. ها هي البنات فاش قديناها في المول، ها هي وكنحيدوا كلشي دوك الجوانب اللي زايدين هكذا. ايوا وتقبتها بالفرشيط، ها هي كلشي. دابا غادي ندخلها طيب نص طيبه غير من التحت فقط، حتى طيب لينا نص طيبه وندير ليها الحشو ديالها ان شاء الله. البنات دابا نص طيبه، ايوا ها هي الحشو ديالنا. عندي هنا زلافه درت فيها شويه ديال البزار وشويه ديال المليحه، وغنزيد عليها كريمه ديال الطبخ. نخلط هذا الخيط باش نكبو من الفوق فاش ندير الحشو ديالنا فوق العجين. كتجيب الكريمه ديال الطبخ زوينه احسن من البشاميل. كنحركو هاد الخير هكا، ايوا نعمر الكيش ديالنا ونوريكم كيفاش. هيا البنات ها هو كيف هكا كنبسطو كلشي، ودابا غادي نخوي عليهم هاد الكريمه. هيا البنات فاش سلنا عليها دابا الكريمه، ودابا غادي نزيد عليها الفرماج حمر من الفوق. هو يا البنات الكيش ديالنا كيف كيجي، هكذا كيجي الكيش ديالنا. ما نعاودش لكم الريحه غزاله. وها هو بطبيعه الحال العصير اللي درنا، ها هو كي هكا تيجي. ايوا بالصحه والراحه.